لا كده كده الاهلي اهلي في القلب كده كده ويثبتها يعني ما حدش بعيد مستنيين منصور. و يعني الفتره الجايه طبعا الاولمبياد الموضوع يعني اختلف شويه واستعدادات بقت طبعا معسكرات في كل حته في الموضوع بقى اصعب. بس طبعا النادي الاهلي يعني لسه هي نفس الاحتفالات لسه نفس كل حاجه ماتشات برضه هروحها كل الكلام ده كله. ف يعني الاهلي ده في قلبي. ده كان قرار في الاخر اداره ويعني انا ما كنتش ليا دخل خالص في الموضوع. يعني النادي الاهلي على راسي من فوق والنادي الاهلي هو اللي خلاني في يعني اتقدم في التصنيف الحمد لله بعد ربنا يعني اتقدم في النصر في التصنيف ومفروض رقم واحد على العالم والشخصيه بتاعت النادي الاهلي ان حد يكتسبها دي طبعا مش موجوده عند اي حد. ف يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني كده كده ان شاء الله لما اجي اعتزل اعتزل في الاهلي ان شاء الله. النادي الاهلي ده بيتي وهي فتره بس كده وجهز الاولمبيات ان شاء الله.